أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من العزة على الجبل. أنا موجود في الصحراء الجنوبية ورح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الصوم. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة حتى تكون سبب بركة لحياتك. مثل ما شايفين عم نحاول نتحرك في عدة مواقع كتابية. طبعاً العزة على الجبل كانت حول بحيرة طبرية، لكن منحاول نقرب الفكرة أكثر في مواقع حدثت في العهد الجديد مثلاً مثل الصوم. فابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.